وفد رسمي وشعبي يضم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحمص ومديري بعض الدوائر والمؤسسات الخدمية يزور مدينة القصير للاطلاع على الأضرار التي خلفها الإرهابيون والمباشرة بإعادة الأعمار والتأهيل. هذه المنطقة الغالية علينا جميعا والتي نعتز بتحريرها، فنشكر أولا جيشنا الباسل وجنودنا البواسل الذين ساهموا مع شعبنا في تحرير هذه المدينة الغالية التي نرى فيها آثار الدمار والتخريب، والذين عاثوا فيها فسادا طوال سنة كاملة. الله يحمي سوريا، وان شاء الله من نصر لنصر اكبر يا رب. واكيد اكيد نحن مسيئين على القصير وشفنا النصر، اكيد نحن كثير تفائلنا انه ان شاء الله سوريا قريبا رح ترجع مثل ما كانت. نقول للارهابي مهما كبرتوا نحن اكبر، ومهما كنتوا اقوياء فالجيش اقوى والنصر إلنا. نقول لهؤلاء الارهابيين المتآمرين الذين عاشوا بهذه البلدة دمارا وخرابا، خسئتم أن تنالوا مرادكم في هذا البلد العزيز، فنحن مع كتفا إلى كتف مع جيشنا الأبي. أهني هذا الوطن بهذا الانتصار الكبير، وإن شاء الله دائما ندك حصون الإرهاب أينما كانت وأينما حلت، ونحن مستعدين لتقديم الغالي والرخيص في سبيل هذا الوطن الغالي الجميل الذي لا بديل عنه. نقول للمرتزقة خشئتم لن تحققوا شيئا من أهدافكم، أنتم ومن وراءكم من أمريكا وإسرائيل ودول الخليج. هجرتنا المجموعات الإرهابية، ونحن بنشكر الجيش وبنشكر البواسل الأبطال الذين طردوا الإرهابيين من هون ودحروهم، ومنحيي القائد بشار والجيش العربي السوري ومنشد على إيده، ولازم يضربوا الإرهابيين في كل مكان. بدأ أهالي القصير أنه القصير آمنة آمنة، هجولنا بكذا منطقة هون القصير آمنة، بدعين انه يرجعوا بيوتهم، لانه ما في شيء، يعني الوضع كثير منيح وبتمنى انه يرجعوا. انا رجعت لقيت بيتي مدمر، الباطون بيتعوض، كل شيء بيتعوض، بس الوطن ما بيتعوض. ارهابي